السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم طريقة لتحضير المايونيز وكينجح 100% ومكونات يعني موجودة في البيت. غادي نحتاجو كاس الحليب بارد، كاس ديال الزيت، جوج فرماجات متلتين أولا مربعين، ملعقتين من الخل الابيض، الملح، الملح مبغاش تزبد، فلفل اسود. ودابا غندوزو لطريقه التحضير. غادي نديرو كاس الحليب بارد، وغادي نضيف عليه قطعتين من الجبن المثلث او المربع، ملعقتين من الخل الابيض، وغنضيف الفلفل الاسود والملح. تقدروا هنايا البنات الا بغيتوا تضيفوا حتى الثوم الغبره، يعني على حسب الرغبه. ونخلطوا المقادير كامله بالميكسور حتى نحسوا بها امتزجت مع بعضياتها. ومن بعد غنزيدوا الزيت. نزيد في الزيت بشوية بشوية وما نوقفش الميكسور ديالي حتى نحس بها بالخليط ولا متماسك وعاقد. يعني هنا الطريقه اللي بغيت غادي ناخذ واحد الباتول باش غتشوفوا معايا كيفاش ولا يعني بصعوبه باش كينزل. غادي نخليوه يبرد واحد شويه ومن بعد في الثلاجه، ومن بعد نقدر نستعملوه. هاد الطريقه يعني سهله جدا ومكونات بسيطه وكتنجح يعني 100%. الشكل النهائي ديال المايونيز ديالنا انا رافقته مع الفريت. الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا جيم والضغط على الجرس الاشتراك في القناة الى فيديو قادم ان شاء الله.